مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. السلطات الأمنية تخلي بالقوة العامة مساكن سنيت بقرية نور جعفر برواد من ولاية يرينة. وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعرض ملخصا حول تقدم المشاريع والإصلاحات الهيكلية بالقطاع. قصف واشتباكات متواصلة بأنحاء متفرقة من سوريا. اجتماع حكام المصرف المركزي الأوروبي للنظر في إجراءات خفض كلفة اقتراض الدول الأكثر ضعفا. قرية نور بوجعفر برواد من ولاية أريانا شهدت يوما يمكن وصفه بالاستثنائي والصعب. أصل الحكاية قرار قضائي ملزم يقع بمقتضاه إخلاء المساكن التابعة للشركة الوطنية العقارية سنيت بالقوة العامة، مساكن كان قد استولى عليها بعض المواطنين بين الثورة بصفة غير قانونية. إخلاء لم يكن بالأمر يسير، مناوشات حدثت في محيط قرية نور جعفر استعملت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع في حين رد المتساكنون بحرق الإطارات المطاطية. مش حل دائرة، مش حل، مش حل، ومهيش تونس هيك راي. القانون فوق الجميع، وإخلاء المساكن هو أمر قضائي، واستخدام القوة كان مدروسا وتحت ضوابط قانونية وإنسانية، هكذا كان رد رجال الأمن. بالنسبة لنا احنا طبقنا القانون، احنا رجال قانون، وتونس تبقى ديما دولة القانون، والقانون يطبق على الناس كل، فماش باش نفكوا متاع الناس ولا الناس غور على الناس ولا الناس تتعدى على الناس. تم التنبيه العديد من المرات، وعطيناهم فرصة، وجاء شهر سيد رمضان فضيل وعطيناهم فرصة، قلنا لهم الشهر هذايا في عقلكم، فهمت؟ تم التنبيه. احنا واحد باش يتجاوز حدوده ويتجاوز القانون عندنا قوة باش نستعملوه، فما الناس تفهم كم بالقوة، ونحن القوة موجودين ونطبقوا القانون، احنا باش نفعلوا دولة القانون، والقانون يطبق على كل ما هو خارق القانون. هذا يلزم أي مواطن في تونس يلزم يفهم أنه القانون فما علية القانون وفما هيبة الدولة. شنو ذنبه مسكين؟ شنو ذنبه دافع فلوسه ودافع كل شيء أنت تحوزه داره؟ فما أمور اجتماعية أخرى كلها، ثم معناها ثم وزارة كاملة بتاع شؤون اجتماعية، فما كل واحد باش يخدم مجاله، معناها هذا مش نطيشوهم ذوك ولادنا، وعندنا تعليمات أن نحن ذوك ولادنا، مش طبقنا عليهم قانون بك تدخل عنيف ولا واحد ذلك. راعينا لهم ظروفهم، نعرفوا فما ولد صغير، نعرفوا فما المعاق، نعرفوا فما فهمت المسن، طبقنا القانون وعارفين الشيء هذا وخذيناه كله بعين الاعتبار الشيء هذا. قرار إخلاء مساكن سنيت قرار قانوني وشرعي، هكذا يصفه حتى المتساكنون المخالفون، لكن حب المخالفة لا يأتي بالفطرة، بل هو نتيجة ظروف اجتماعية صعبة جدا. السكن كل مواطن تونسي عنده حق السكن. أنا عندي كذا صغار أخت، فهمني، ولا عامل عملية تاعو عملية، عندي مرض مزمن سنزين، فهمتي أختي؟ معناتها مع وبطال نخدم في بطحة تاع الياجور تاع ريالة، نهار أختي نهبط ب 2000 فرنك تاع الياجور، ونص ساعة نهار كامل نروح، فهمني؟ كيما مشيت كيما روحت. حقي ناخذه من الحاكم، أنا بنت تونس ولا ناخذ حقي مع عند الحكومة، هو بيدو هو مظلوم وأنا مظلومة، أنا مظلومة راجلي معاق، وما نحكيش باسمي أنا، باكي نحكي باسم المجموعة كل خاطر كل تلمين وخيان ناكلوا مع بعضنا نشربوا مع بعضنا، ولمتنا وضعية معينة هي السكن. وعود زيفة وعدونا وكذبوا علينا. ناخذ مشاريتي 200 دينار ما تعمل لي شيء، باش نمشي نكري بهم ولا زوج صغار باش نعملهم. انا رجلي بطال 200 دينار باش هيدو 10 سنين ماهوش يخدم. شنو تحبني نعمل انا؟ طوب شبيت في الشارع ودي صغير، هاوينو عشاف ليله ما عنديش، وانا مريضه في ذقن فاس مرا كبيره، ما لقيت وين نسكن، ما لقيت وين نمشي، اعملوا لنا حل. انا كان وصلت لقيت باش ناكري، وصلت باش ناكري، نعرفوا طريقه غير شرعيه، لكن احنا شكينا من قبل حتى ما يمشي الزين. وين حقوقنا كمواطنه تونسي؟ وين حق الطفل؟ هذوما زوج صغار ولا من مئات الصغار ما عندهمش حق. 23 سنه واحنا 16
صارت نصرنا معاهم. قلنا يا اخينا احنا عارفين احنا اللي احنا مخالفين القانون واللي احنا غالطين واللي ديال ماهيش ديالنا معترف فيه. حتى هذاك يقول ماما لي ماهيش داري. اما خويا شوف لي انا حق الملك الغير امل اللز ما لقينيش يصح يخرجك مول الدار ما تعطيهوش الكري شهر شتني يخرجك تعيش لك دبشك. قدم وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة ملخصا حول تقدم المشاريع والإصلاحات الهيكلية في إطار دعم المناخ التنافسي في الاتصالات وتشجيع الاستثمار والرفع من القدرة التشغيلية للقطاع وإعادة هيكلة قطاع الإنترنت وبناء ثقة بين التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب عرض أهم نتائج الاجتماع التأسيسي لمنتدى حوكمة الإنترنت يوم 4 سبتمبر 2022، حيث تم التوصل إلى ضرورة دعم وعي وقدرات المستخدم في هذا المجال وضمان إدراج الاهتمامات الوطنية في أعمال المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت. وزير تكنولوجيا المعلومات منجي مرزوق أكد انتهاء زمن ما يعرف بعمار كاتسونكات وهو ما يرمز به إلى حجب المواقع الإلكترونية، كما أكد أنه تم القطع تماما مع سياسة التنصت والتجسس على المكالمات واختراق المواقع. أشرف رئيس الحكومة المؤقتة ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل خصصت لمتابعة برنامج النظافة ورفع الفضلات بحضور وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة. وتم خلال هذه الجلسة استعراض نسق التقدم في إنجاز برامج الحكومة في مجال النظافة وأهم الصعوبات التي لاقتها الأطراف المتدخلة والسبل الكفيلة بتذليلها. وتم في نهاية هذه الجلسة إقرار التدابير التالية: الإذن بفتح 17 مصب تحويل للفضلات بتونس الكبرى، التسريع في إتمام الإجراءات الإدارية والجمركية للدفعة الأولى من الآليات والمعدات المستوردة وتوزيعها قبل موفى سبتمبر على البلديات تعويضا للآليات المحروقة خلال الثورة، الإسراع في إتمام صفقة شراء 10,000 حاوية فضلات بمعدل 3,000 كل شهر، الإذن بتخصيص برنامج خاص لولاية صفاقس للقيام بحملة نظافة، إضافة إلى التسريع في تحويل الاعتمادات المالية للبلديات لتسديد نفقات كراء وإصلاح المعدات. التقى رئيس الحكومة المؤقتة حماد جبالي بقصر الحكومة بالقصبة بوفد وزاري عن مقاطعة بافاريا الألمانية تترأسهم وزيرة الشؤون الفيدرالية والأوروبية. هذا اللقاء جاء في إطار دفع أسس التعاون الاقتصادي والسياسي بين تونس ومقاطعة بافاريا، كما أكد الوفد البافاري رغبته في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة.
السياسات العمومية من أجل الاندماج الاجتماعي، التجربتان التونسية والبرازيلية، هو عنوان الندوة الدولية التي نظمتها كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. أشرف عليها كل من وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ووزير حقوق الإنسان سمير دلو، بحضور سفير البرازيل وأعضاء من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو. اهتمت بتبادل الخبرات والتعاون في مجال الاجتماعي لتحسين ظروف الفئات محدودة الدخل ومقاومة الفقر، قصد إرساء عقدا اجتماعيا جديدا. يلزمنا نعملوا حاجة متكاملة، تكون عندنا رؤية شاملة مرتكزة على الحقوق الأساسية للمواطن، هي الحق في الأكل، في الصحة، في المسكن وفي الشغل. هذه من الحقوق الأساسية للمواطن. اليوم يلزمنا نعملوا سياسة اللي تمكن المواطن اللي في حاجة للدعم من الحقوق الأساسية متاعه طريقة مندمجة، معناها ما مش ياخذ من هنا وياخذ من غادي، لا، فما فيزيون جلوبال اي انتجري دو تو لي بروغرام سوسيو. هذه الفكرة، ومعناها كيفية تسيير هالبرنامج هذا بدون تجنب بالخصوص التوظيف السياسي للدعم الاجتماعي، وانه يكون معناها هو برنامج الدولة مش برنامج الحكم. هذا هو اللي نحبه، معناها نعملوه، ومعناها حبينا نشوفوا التجربة البرازيلية اللي تجربة مهمة رائدة لأنها جابت حاجات جديدة ورائدة لأنها تهم معناها عدد كبير من المواطنين. تونس ما كانش عندها تقرير في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا باش نبداو إن شاء الله قريبا ولأول مرة، ولكن بالفعل التحدي المطروح حاليا هو أن لا نجعل الناس يكفرون بالحرية والديمقراطية، لأن الجوع كافر، ولأن المواطن إذ يجد الحرية دون خبز فإنه سيكفر بالحرية، والتحدي المطروح علينا حاليا هو أن نوفر له الخبز والحرية. التجربة البرازيلية كانت رائدة في المجال الاجتماعي، حيث تمكنت في فترة وجيزة من إخراج الملايين من براثن الفقر ببرامج قيمة واستراتيجية مدروسة، يسعى الجانب التونسي أن يسير على خطها لإحداث نقلة نوعية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات محدودة الدخل التي تعيش تحت خط الفقر. Processus de coopération avec la Tunisie, c'est surtout un échange d'expérience. Nous avons eu une expérience qui a été bien réussie. إن منظومة التعاون بين تونس والبرازيل تتركز أساسا على تبادل الخبرات بين البلدين. تجربتنا في البرازيل كانت ناجحة رغم الوضعية المعقدة والصعبة، ونظرا لارتفاع ظاهرة المجاعة والفقر إلى جانب ارتفاع عدد السكان، لكننا استطعنا إنقاذ ما يقارب 25 مليون شخص من وضعية البؤس والفقر، وهي في الحقيقة وضعية أكثر تعقيدا وأصعب من تونس، ولذلك أعتقد أن تونس ستكون قادرة على الاستفادة من هذه التجربة البرازيلية. conquête. Je crois qu'enfin la Tunisie pourrait se valoir de cette expérience brésilienne. نسير سياسة جديدة ونظرة جديدة فيما يخص الدعم الاجتماعي وال ما يعبر عليه بالفرنسية لي ترانسفير سوسيو. هذا الارتكاز على التجربة البرازيلية هي تجربة رائدة باعتبار أنها من ناحية النظرة الشاملة بتاعها وأهمية العدد المنتفعين بها، معناها ما يفوق 50 مليون برازيلي، معناها والآليات اللي تم استعمالها في البرازيل، الآليات والتقنيات اللي استعملوها من أجل معناها البرنامج هذه، هي آليات معناها تعتمد على التكنولوجيات الحديثة للاتصال والتكنولوجيات الإعلامية، ومكنت معناها أنه البرامج الدعم الاجتماعي تكون شاملة وتكون مندمجة وتصل إلى مستحقيها، ما تقعدش معناها في بعض الفئات ومرتبطة ببعض الجهات. يمثل هذا التعاون التونسي البرازيلي نقلة نوعية لرسم خارطة طريق جديدة في مسار العدالة الاجتماعية وخلق نموذج تشاركي اجتماعي بديل يكون قادرا للاستجابة إلى أهداف الثورة. بيّن الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد خلال ندوة صحفية التأمت صباح اليوم بالعاصمة بغرض تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي لتيار الوطنيين الديمقراطيين المنعقد مؤخرا وتقديم الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي. بيّن أن الجبهة الشعبية التي من المنتظر تشكيلها والتي ستضم حلفاء للحزب هي حسب رأيه الأداة الحقيقية التي سيخوضون في إطارها غمار الانتخابات. مؤتمر شاركوا فيه 354 نائب، غابوا فيه زوز نواب فقط، وتواصل ب 352 مؤتمر،
أنتج 6 وثائق تأسيسية كبرى و22 لائحة تفصيلية، وأفرز وانتخب واختار 21 عضو للمكتب السياسي القيادة السياسية، واختار 70 عضو 76 عضو للجنة المركزية، واخذ قرارات تاريخية كبرى اللي هي ترك مقاعد 4 في المكتب السياسي لبقية رفاقنا اللي نحن بصدد الحوار معهم من أجل التحاق بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، و13 مقعد في اللجنة المركزية. أيضا خذ قرار كبير أنه الجبهة رهان الاستراتيجي الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة، هدية تحالف متاع 12 حزب ونحبوها إن شاء الله تتوسع أكثر، وفيها عدد كبير من المستقلين، وقريب باش ننظموا لها مؤتمرها وهيكلتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي في كل ولاية وعلى المستوى المحلي في كل معتمدية وفي القطاعات الكبرى. هذه الجبهة هي جبهة سياسية طارحة نفسها ليست كقوة احتجاج، بل طارحة نفسها بديل للحكم، وهي تسعى أن تكون يعني تسعى كبقية الأحزاب والجبهات أن تصل إلى سدة الحكم. ولدى تطرقي إلى شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد التاريخ 23 من أكتوبر، ذكر بالعيد أن حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات قد أمضيا على التزام سياسي يقضي بانتهاء المرحلة الانتقالية خلال سنة، داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة وضع رزنامة واضحة للدستور وأخرى للقانون الانتخابي وثالثة لتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حكومة الترويكا أخلت وانقلبت وخانت كل تعهداتها. التعهد قانوني ناتج على الفصل السادس من الأمر اللي دعاه الهيئة الناخبة لانتخابات المجلس التأسيسي اللي حدد مدتها بسنة. التعهد سياسي صحوا معنا على التزام سياسي أخلاقي 11 حزب من ضمنهم حزبنا وحركة النهضة والتكتل واللي التزمنا كلنا بعام فقط. أيضا تخلت على تعهداتها في إدارة المرحلة الانتقالية توافقا، ونشوفوا طوال البلاد اللي عندها تاريخ محدد لانتهاء من صياغة الدستور، اللي عندها تاريخ محدد للقانون الانتخابي، ما عندناش قانون انتخابي لحد الآن، ما عندناش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يقع تركيزها بعد باش نضمنوا انتخابات ديمقراطية حرة شفافة نزيهة تبقى للمعايير الدولية. إذا كان هذا مش واضح، هذا يؤدي لبس التوتر الاحتقان لا استقرار، ويؤدي لعدم الثقة، ويؤدي الخشية من أنه الحكومة هذه تحب تأبد وجودها. أشار وزير الفلاحة محمد بن سلم بعد انعقاد جلسة وزارية برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة حماد جبلي نظرت في تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي والتحضيرات للموسم القادم لتوفير الكميات اللازمة من قمح وشعير. وزير الفلاحة أشار إلى أهمية مراجعة مقاييس القروض الموسمية إضافة إلى جدولة ديون مزارعي الحبوب المتضررين من الفيضانات في السنة الفارطة، ودعم الجمعيات المختصة بالقروض الصغرى ودعمها بالقروض المالية بحوالي 10 مليون دينار. كما أكد وزير الفلاحة على مواصلة العمل بتكفل الدولة ب 55% من معلوم التأمين. الترفيع في سعر الحليب والطماطم أفحت ضرورة ملحة يفرضها الواقع، ضرورة قد تجنب البلاد الدخول في السنة القادمة في أزمة كبيرة فيما إذا تقلص إنتاج الحليب والطماطم. في بلاغ صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته جاء فيه ما يلي: نحن أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته المجتمعون بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 5 سبتمبر 2012، بعد تدارسنا للصعوبات الاقتصادية التي يشهدها المهنيون في مختلف المستويات من الانتاج إلى التصنيع مرورا بالتجميع، حيث أصبحت جل التساؤلات المطروحة تتمحور حول مردودية القطاع وديمومة المنظومة في ظل تواصل ارتفاع الكلفة، فإننا نعرب عن مساندتنا للطلبات المشروعة والملحة لمنتج الألبان قصد مراجعة سعر الحليب عند الأنتاج لما شهدته أسعار عديد مدخلات الإنتاج من ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. نؤكد على أهمية تفعيل الزيادة المتفق عليها في منحة التجميع، وندعو جميع الأطراف ذات الصلة من أجل إيجاد حلول هيكلية للمحافظة على ديمومة القطاع لما له من تأثير كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا لخطورة الوضع الراهن على القطاع نطلب بإلحاح من الحكومة الإسراع بمراجعة الأسعار لإنقاذ منظومة الألبان. التوقيع: الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته.
تم توقيع اتفاقية بين وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة العدل من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، حيث يندرج هذا المشروع المتعلق بدعم إصلاح القضاء وإرساء مسار العدالة الانتقالية. مسار حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هو مسار تشاركي بنيناه في الداخل من خلال العمل المشترك مع المجتمع المدني ومع الأحزاب السياسية وكل مكونات الطيف السياسي والاجتماعي، ولكن وسعنا أكثر إلى التعاون مع شركاء دوليين سواء في الاتحاد الأوروبي ولا في الأمم المتحدة، المفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعرفوا جيدا أنه هذا ما يكونش من خلال أعمال دورية وإنما من خلال اتفاق إطاري ينظم التعاون في مجال حقوق الإنسان وفي مجال العدالة الانتقالية من خلال برنامج كبير ومتكامل ليهم حقوق الإنسان بدورات وندوات وورشات وتدريب وتطوير، ومن خلال العدالة الانتقالية في كل مراحلها سواء قبل صياغة القانون ولا بعد، وهذا انطلقنا فيه منذ أسابيع وإن شاء الله نوصله. حاليا عنا وفد من 20 خبير من الأمم المتحدة وفرنا المكاتب في الوزارة ليعينونا في كل ما يتعلق بإنجاح هذين المسارين. أعضاء وخبراء الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدوا على مد يد المساعدة لتونس تكريسا للحريات وحقوق الإنسان في مجالات عدة كالأمن والقضاء والتشريعات والسجون. فكل الأمم المتحدة كوكالات مختصة موجودة، فبرنامج كبير لمعاونة تونس في الانتقال في مجال الأمن، في مجال التشريعات، في مجال القضاء، في مجال إصلاح المنظومة العقابية والسجون، في مجال وضع الدستور وصياغة الدستور، على أن يكون شريطة كل هذا التحول هو يعكس رغبات المواطن التونسي وماذا يحتاج وكيف يرى المواطن التونسي مستقبله. يعني المسألة جد حساسة للتوازن ما بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، الفقر، الغلاء إلى آخره، وأيضا المسائل القانونية اللي المواطن أيضا بحاجة لها، لأنه هذه ثورة أو طليعة الربيع العربي هي ثورة الكرامة وليس فقط ثورة الخبز، فهي ثورة الخبز وثورة الكرامة، فهي حقوق اجتماعية اقتصادية ثقافية سياسية ومدنية. وأعتقد أن تونس مشت بهذا الاتجاه، قد يكون هناك بعض الملاحظات بعض التشنجات، ولكن بالإجمال تونس أعتقد أنها تسير بهذا الاتجاه. في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة جاء فيه ما يلي: تتابع مصالح المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة ما يتم تناقله مؤخرا في عديد المواقع وبعض وسائل الإعلام المكتوبة لنص المقال الذي كتبه أحد الصحفيين حول ما يشاع عن اجتماع وقع بين السيد رئيس الحكومة ومستشاره السياسي وقيادة عن حركة النهضة، تضمن نصا مختلقا لحوار دار بينهم أقحم فيه السيد رئيس الحكومة دون أي إثباتات أو براهين موضوعية. ترقى بهذا المقال إلى مستوى الأمانة في التحري ونقل المعلومة وفي مواضيع لها علاقة بالشأن السياسي والإعلامي ومسار الانتقال الديمقراطي، ودرءا لأي لبس أو أي عملية توظيف لهذا الخبر، فإن مصالح المستشار الإعلامي تفند كل ما تضمنه هذا المقال من معلومات وتؤكد أنه لا أساس له من الصحة، خاصة وقد تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي التي تشهد في الفترة الأخيرة تناقل أخبار ومعلومات غير دقيقة وتدخل تحت طائلة الإشاعات التي قد تنجر عنها تتبعات قضائية. تتعرض المنطقة الأثرية صبر المنصورة بالقيروان إلى الاندثار بعد أن تحول جزء هام منها إلى كتل من الأوجر والأسمنت المسلح في ظل الانفلات الأمني الذي عقب ثورة 14 من جانفي. مدينة صبر المنصورية فقدت الكثير من معناها من هالقيمة متاعها، نظرا لأنها في الحقيقة صبر المنصورية هي أكبر مخزون. مخزون معناها في المخزون أثري يمكن البحث فيه في مجال التاريخ الأثار الإسلامية، هي ورقادة هذا المتنفس الوحيد للأجيال المقبلة معناها اللي يجب أن نحافظ عليه. خسرنا منه الكثير، خسرنا منها في مرحلة 8 هكتارات وتم التفريط فيها في 2001، وخسرنا منها مؤخرا خاصة بعد أحداث الثورة نظرا للانفلات اللي صار، خسرنا منها تقريبا أكثر من نصف المساحة. ومع تعالي الأصوات للمطالبة بحماية هذا الكنز الأثري في الفترة الأخيرة، تحولت الصورة الجهوية إلى عين المكان لإقامة ستار ترابي يحيط بما تبقى من المنطقة الأثرية، وهو الأمر الذي أثار تخوفا لدى المتساكنين من إزالة مبانيهم واصفين ظروفهم الاجتماعية بالصعبة. أنا باني في أرض لثار في أركذكوت بحجتي أموري مريكلة ويعلم بي يا ربي خذي في الأرض لثار
وضع دي قانوني خديت بالحجة هاي الحجة موجودة عند طايحولي من غير قرار هدم. مشيت رئيس البلدية جريت 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 وحبس ما عطاني حتى حد صحيح. نحب نعرف علاش طايحولي هما كيفاش يطايحوا يطايحوا للناس الكل. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية انعقدت بمقر ولاية قبلي جلسة عمل جمعت الأطراف المتداخلة في هذا الملف، حيث عبر المندوب الجهوي للتربية بقبلي عن ارتياحه لاستعداد المندوبية من حيث الإجراءات الجديدة وحركة نقل المربين. وفرت لنا الوزارة ما نستحقه من إطار بشري خاصة في الابتدائي، وربما عندنا شوية نقص في الثانوي إن شاء الله يتغطى في أقرب وقت. فيما يخص الاستعدادات الأخرى التجهيزات والبناءات كل مصلحة من مصالح المندوبية الجهوية التربية قامت بواجبها على أحسن مرام. من جهته تطرق ممثل الشركة الجهوية للنقل بقبس لاستعدادات الشركة من أجل تأمين أفضل الظروف. حاليا قاعدين نحضر في الأسطول من إصلاح، وعندنا أسطول فيه 18 حافلة عادية و16 حافلة مزدوجة. إن شاء الله بإذن الله في من هنا المفتتح السنة الدراسية نكون على أتم الاستعداد. وبالنسبة للانتدابات متاع السواق بدأنا من أوائل الأوت. وفي أخبارنا العالمية، قالت روسيا إن مهاجمة إيران بسبب برنامجها النووي ستكون لها آثارا كارثية في المنطقة والعالم، وأكدت أنه لا دليل حتى الآن على أن هذا البرنامج يهدف لتطوير أسلحة نووية. يأتي ذلك بعد أن عقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر اجتماعات استمع فيها لتقديرات أجهزة الأمن لكيفية التعامل مع البرنامج النووي الإسرائيلي وسط تهديدات أطلقتها تل أبيب ضد إيران. وكان مسؤولون روس قد أدلوا بتصريحات مماثلة في وقت سابق، لكن تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف المحذر من مهاجمة إيران يؤكد فيما يبدو مخاوف موسكو بشأن احتمال أن تشن إسرائيل هجمات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. واصلت القوات النظامية قصفها لمحافظات سورية عدة وسط أنباء عن سقوط قتلى في وقت خاض فيه الجيش السوري الحر اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد قرب مقام السيدة زينب في ريف دمشق. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 3 أشخاص أحدهم جندي منشق جراء القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل القوات النظامية التي شهدته بلدة كفرزيتا والقرى المحيطة بها في ريف حما التي تعرضت عدة بلدات وقرى أخرى فيها للقصف أيضا. حاول القادة الأوروبيون التكثيف من تصريحاتهم بهدف تطمين الأسواق وذلك عشية اجتماع مهم اليوم للمصرف المركزي الأوروبي. الاجتماع سيكشف عما إذا كان المصرف سيعيد شراء سندات الدول التي تواجه أزمة الديون، وهو موضوع قسم دول الاتحاد الأوروبي إلى قسمين خلال الأشهر الأخيرة. جانب يعارض تدخل المصرف المركزي الأوروبي، فاقتصاد كل من ألمانيا وإيطاليا قادر على المنافسة، وبالتالي فإن زعماء هاتين الدولتين يرون أنه يتعين على كل بلد حل مشاكله بنفسه، في حين ترغب الدول المعنية في تدخل المصرف المركزي الأوروبي لأن هذه البلدان تحصل على تمويلات بفوائد جد عالية. أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في مؤتمر مندوبي الحزب الديمقراطي المجتمعين بولاية كارولينا الشمالية، أعلن رسميا عن ترشيح الحزب للرئيس الحالي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل لنيل ولاية رئاسية ثانية. وكان كلينتون قد ألقى خطابا حماسيا ملتهبا أشاد فيه بباراك أوباما وبقدرته على النهوض بالاقتصاد الأمريكي المتعثر.
هذا العرض الإخباري وهذا تذكير بالعناوين. السلطات الأمنية تخلي بالقوة العامة مساكن سنيت بقرية نور جعفر برواد من ولاية أريانة. وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعرض ملخصا حول تقدم المشاريع والإصلاحات الهيكلية بالقطاع. قصف واشتباكات متواصلة بأنحاء متفرقة من سوريا. اجتماع حكام المصرف المركزي الأوروبي للنظر في إجراءات خفض كلفة اقتراض الدول الأكثر ضعفا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. We'll be right back.